للمزيد من برلين ينضم إلينا عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية، وأبدأ معك من القمة الأوروبية التي ستعقد اليوم لمناقشة النسخ المتحورة من فيروس كورونا وتسهيل عملية التلقيح. ماذا عن هذه القمة من تفاصيل عربي، وكيف ستساهم ألمانيا في هذه القمة؟ إيمان، هنا من أمام مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتحديدا هذا المبنى تجلس الآن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالأعلى لتخرج في القمة التي ستعقد خلال دقائق من الآن في الفيديو كونفرنس كما أشرت مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الـ27. الحقيقة السؤال المطروح إيمان على دول الاتحاد الأوروبي والقمة الأوروبية، والسؤال الأهم، ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من مكافحة الطفرات الجديدة التي ظهرت وخطة التلقيح الموجودة الآن في ألمانيا بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له الحكومات الأوروبية من البطء في عمليات التلقيح؟ الحقيقة في هناك بعض النقاط الهامة التي تكلمت عنها وسائل الإعلام الألمانية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل خاص اليوم، وهي في عجالة سريعة الشهادة الجديدة التي تتكلم عنها دول الاتحاد الأوروبي، وكان مقترحا من رئيس وزراء اليونان بمنح شهادة صحية لكل من تم تلقيحه داخل دول الاتحاد الأوروبي يمنحه حرية التحرك كما يريد. هناك مبادرة تسمى الطريق إلى الشاطئ، هي تسمى كده الحقيقة، كان اقتراحا يوناني وأيضا من البرتغال والنمسا وأسبانيا أيضا، وهم يمنحوا هذه الشهادة للأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى السياحة خلال موسم الصيف المقبل كل من تم تلقيحه. الأزمة إيمان، بعض الدول الأوروبية وافقت بشكل مبدئي على هذه الشهادة، وبعض الدول الأوروبية الأخرى ما زالت تناقش حتى الآن إمكانية منح هذه الشهادة من عدمها. الحقيقة ألمانيا واحدة من الدول اللي كان على لسان وزير الصحة الألماني قال لا يمكن أن نستثني أي فئة من الفئات بالطبع التي تم تلقيحها وإعطاء حرية التنقل، نظرا لأن فئات كبيرة الآن داخل المجتمع الألماني وداخل المجتمع الأوروبي لا يمكنهم التطعيم على سبيل لا يمكنهم التحرك على سبيل المثال نتيجة عدم إمكانياتهم الحصول على اللقاح في هذه الفترة. هي دي نقطة مهمة جدا هيتم فيها كلام كتير خلال الجلسة مساء اليوم. أيضا كانت عربي منظمة وهي حرية التحرك بين دول عربي منظمة الصحة العالمية كانت قد علقت على هذا الأمر فقط استكمالا لحديثك على مسألة الشهادات الخاصة بالتلقيح، وقالت إنه الظروف ليست مناسبة الآن لإلغاء الإجراءات المتعلقة بالسفر بين حتى دول الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد سيأخذ القادة هذا في اعتبارهم. بالتأكيد إيمان، خاصة أن هناك خلفية علمية لرفض ألمانيا والمنظمة الصحة الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية لقرار منح هذه الشهادات، وأن اللقاح جديد لا أحد يعلم ما هي مدى الآثار الجانبية التي خلف اللقاح، والسؤال الأهم هل من تم تلقيحه في العالم هل سينقل العدوى أم لا؟ هذا هو السؤال الذي طرحته ألمانيا ومنظمة الصحة العالمية. كل من تم تلقيحهم داخل الاتحاد الأوروبي أو في العالم بشكل عام بأي نوع من أنواع اللقاح بعد تلقيحهم هل سينقلون العدوى أم لا؟ لا يمكن لأحد أن يجاوب على هذا السؤال، لذلك رفضت ألمانيا هذا المقترح، ولكن ربما تحدث مفاجأة خلال الساعات القادمة وتوافق ألمانيا عن طريق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ولكن المعلومات التي خرجت وزير الصحة الألماني نفسه يرفض كما أشرت أيضا وضم صوته إلى صوت منظمة الصحة العالمية، ولكن اليونان وبرتغال وبعض الدول الأوروبية التي لها سواحل وتعتمد على السياحة بشكل كبير هي التي تدافع بشكل كبير عن هذا القرار. الأمر سيظهر خلال ساعتين إلى 3 ساعات من الآن ما هو القرار النهائي في خصوص شهادة التلقيح. النقطة الثانية التي أشرت إليها أيضا وهي نقطة الحدود، المستشارة الألمانية واحدة من قادة دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض بشكل كبير إغلاق الحدود، خاصة أن لجنة النقل داخل المفوضية الأوروبية كانت قد أرسلت مذكرة لوزير النقل الفرنسي على ما أتذكر، ورفضت تماما أي إجراء أحادي من جانب فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، خاصة وأن فرنسا في الفترة الماضية خاصة العام الماضي كانت قامت بقرار أحادي بغلق الحدود، وجميعنا رأى ما حدث مع إنجلترا خلال الفترة الماضية. طيب عربي أخيرا وبإيجاز لو تفضلت، الأوضاع فيما يتعلق بكورونا في ألمانيا ماذا عنها؟ ماذا عن الإصابات والوفيات والمستجد في هذا الأمر؟ الحقيقة ما زالت الإصابات، أرقام الإصابات في ألمانيا منتشرة بشكل كبير، النهاردة كان في تقريبا 20 ألف إصابة وتقريبا 1000
حوالي 1013 حالة وفاة، حالات الوفاة ما زالت مرتفعة بشكل كبير في ألمانيا. ولكن المفاجأة أن خلال الأيام الماضية كان رئيس وحدات العناية المركزة هنا في ألمانيا كان قد صرح بأن الضغط على وحدات العناية المركزة قد قل بنسبة ما قد تصل إلى 20% خلال المرحلة الموجودة الآن، دون أن يوضح أي أسباب ربما نتيجة زيادة سيرة عناية العناية المركزة الجديدة وما إلى ذلك. ولكن إذا تكلمنا عن العناية المركزة فهناك تخفيف على العناية المركزة في ألمانيا، على الرغم من أن المستشفيات في ألمانيا تحت ضغط كبير خلال هذه المرحلة. شكرا جزيلا لك عربي مرزوق، مراسل أكسترا نيوز من برلين.